السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هند نجيب، المدرس بقسم إدارة أعمال كلية التجارة جامعة القاهرة. إن شاء الله هكون معاكم في مادة إدارة الأداء بتاع الموارد البشرية. إن شاء الله هنتعرف مع بعض على إزاي إن إحنا نقدر إن إحنا نقيم أداء الموارد البشرية في المنظمة، وإزاي إن إحنا نحسن الأداء دوت، إيه هي المقاييس اللي إحنا ممكن نستخدمها علشان نعرف أداء إدارة الموارد البشرية، وهل الأداء دوت بيتعلق فقط بالأداء الوظيفي المباشر اللي هو قدرة العاملين على أداء الخدمة أو تقديم المنتج بتاع المنظمة، ولا في نوع آخر من الأداء لازم تنتبه ليه المنظمة ولازم تعرف ازاي تقيمه وازاي تحسنه علشان تحقق الاهداف التنظيمية بتاعة المنظمة. تعالوا مع بعض نشوف الفصل الاول عندنا بيتكلم عن ايه. الفصل الاول عندنا بيتكلم عن التحديات المعاصرة واثرها على ادارة الموارد البشرية. طبعا في الاونة الاخيرة في مجموعة من التحديات ظهرت بسبب العولمة، بسبب التغيرات والتطورات التكنولوجية اللي حصلت في العالم كله، وده أثر على إدارة الموارد البشرية، أثر على الأداء وعلى كيفية تقييم الموارد البشرية في المنظمة. فهنا عندنا أهم الأهداف اللي احنا عايزين نحققها في الفصل دوت، إن إحنا نحدد إيه هي التحديات المعاصرة اللي بتقابل الموارد البشرية، ونعرف إزاي هي أثرت على أداء الأعمال، نعرف إزاي نحل المشاكل المتعلقة بالتحديات ديت، وإزاي إن إحنا نقدر نواجهها. عايزين نعرف كمان إزاي نقدر إن إحنا نعظم من الآثار الإيجابية للتطورات والتغيرات العالمية اللي بتحصل، ازاي ان احنا نستفيد منها، لان هي مش بس بتبقى تهديد بالنسبة للمنظمة، لا، في طبعا المنظمات الناجحة هي اللي تقدر ان هي تحول التهديد دوت الى فرصة، تقدر ان هي من خلالها تعظم اداء الموارد البشرية. عايزين نعرف كمان ازاي ان احنا نتصرف تصرف اخلاقي في ظل العالم اللي هو مليء بالتحديات المتعلقة بخصوصية البيانات، وإزاي إن إحنا نقدر نحافظ عليها ونلتزم بأخلاقيات العمل. ففي البداية عندنا الشكل دوت بيمثل أهم التحديات اللي بتأثر على الموارد البشرية وعلى أداء المنظمة. أول تحدي بيواجهنا العالمية، فكرة إن المنظمات كلها في جميع دول العالم بقت مرتبطة ببعضها، وإن الدول بقت تأثر على بعضها، أثرت على طبعا المنظمات المحلية حتى لو هي ما كانش عندها أي توجهات عالمية. يعني المنظمة لو هي بتشتغل على المستوى المحلي وحتى ما كانش عندها أي نية إن هي تقوم بالتصدير أو تقوم بفتح فروع في دول أخرى، فهي هتتأثر بالعالمية، الاتجاهات العالمية دي هتأثر عليها داخل الدولة المحلية بتاعتها. ليه؟ لأن اطلاع العميل على الأسواق المختلفة خلى عنده رغبة في إن هو يحصل على هذه المنتجات العالمية. بقت متطلبات السوق الديناميكي، سوق بقى ديناميكي، بقى يعني سريع التغير، دورة حياة المنتج بقت أقصر، العمالة بقت متنوعة أكتر، لأن المنظمات العالمية اللي هي بتدخل البيئة المحلية بتبقى متعددة الجنسيات. ففكرة إن العمالة متنوعة ده يعتبر تحدي كبير بالنسبة للموارد البشرية. كمان أسس المنافسة اتغيرت، يعني زي ما قلنا أنا الأداء الضعيف بتاعي يعتبر غير كافي إن أنا أكمل في البيئة المحلية. ليه؟ المنافسة بقت شديدة جداً، لازم المنظمات تستجيب بسرعة جدا لأي تغير يحصل في رغبات العملاء. أنا عندي منظمة بتقوم بإنتاج نفس المنتج بنفس المواصفات، ولكن هي بتقدر تدخل التعديلات والتغييرات سريعا جدا على
المنتج طبقا لاحتياجات العميل. ده بالنسبه لي تحدي كبير، انا كمان لازم اقدر بسرعه استجيب لتغيرات الاذواق بتاعت العملاء. المنظمه محتاجه تكون متعلمه، ليه؟ لان اي اساليب تكنولوجيه جديده لازم تكون هي قادره على ان هي تستوعب هذا التغيير، فمحتاجين احنا كمان للمنظمه تكون قادره على التعلم. طبعا العالميه برضو اثرت على ظروف الاقتصاد المحلي، اثرت على استقرار العمله، اثرت على معدل التضخم. يعني على سبيل المثال اي تغير حصل في سعر الدولار اثر على المنظمات حتى لو هي بتشتغل على المستوى المحلي. ليه؟ لان دلوقتي حتى لو انا مش بشتغل على المستوى الدولي فانا بضطر ان انا اتعامل في منتجات او خدمات هي كمان بتتعامل بنفس العمله الاجنبيه. ففكره الانفتاح العالمي دوت اثر على الظروف الاقتصاديه بتاعه الدوله، فبالتالي الظروف الاقتصاديه دي اثرت على اداء الموارد البشريه. المعايير الاخلاقيه، زي ما قلنا ان التطور الشديد اللي حصل في وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتب عليه ضروره حمايه البيانات، لان دلوقتي الخصوصيه وحمايه البيانات بتعتبر من اكثر المجالات خطوره وحساسيه بالنسبه للافراد العاملين. خصوصيه المنظمه والحفاظ على سريه البيانات بيعتبر عامل حاكم من العوامل اللي ممكن تأثر على نجاح أو فشل المنظمة. طب إزاي إحنا نقدر إن إحنا نلتزم بالمعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية، والمنظمة إزاي تقدر إن هي تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية؟ ظهر مفهوم يعني يعتبر حديث نسبياً اسمه المسؤولية الاجتماعية. المنظمات لازم تراعي البيئة اللي هي بتعمل فيها، سواء من ناحية إن هي تحمي البيئة أو إن هي في نفس الوقت تكون بالنسبة للعميل بتؤدي ما عليها من واجبات تجاه المجتمع. كل طبعا التغيرات دي أدت إلى ضرورة استحداث ترتيبات عمل متطورة ومرنة. يعني أساليب العمل طبعا التقليدية القديمة مش هتقدر إن هي تواكب كل هذه التغيرات اللي أدت إليها العالمية وزيادة المنافسة والتعلم والمعرفة والتكنولوجيا، فبقينا محتاجين لترتيبات عمل وأساليب عمل مختلفة. طيب تعالوا نعرف مع بعض كده عامل من العوامل اللي هي بتمثل تحدي بالنسبة للموارد البشرية. بالنسبة للعالمية فمعناها إن سقطت الحواجز التجارية بين الأسواق. هو السوق دوت عبارة عن المكان اللي بيلتقي فيه البائع والمشتري. طبعاً انفتاح الأسواق وسقوط الحواجز، ما بقاش فيه بين الدول أي حواجز، أدى إلى حدوث تغييرات جوهرية في مجال إدارة أداء الموارد البشرية، لأن إحنا بقينا محتاجين أداء أعلى، أداء يقدر إن هو يواكب الأسواق والانفتاح اللي حصل ما بين الدول. كمان العالمية دي بتدعو إلى إن إحنا يكون عندنا برنامج لإدارة تحويل المنظمات من القالب التقليدي إلى قوالب حديثة. يعني إيه؟ خلاص المنظمات التقليدية اللي بتعمل بالأساليب التقليدية دي ما بقاش قدامها فرصة للنجاح، خلاص بقى الفشل بالنسبة لها أمر محتوم. عشان كده إحنا عايزين نغيرها إلى قوالب حديثة. القوالب الحديثة دي إيه هي المزايا اللي بتقدمها لي القوالب الحديثة أو الشكل الحديث للمنظمات؟ أولاً لازم يبقى عندها قدرة إن هي تستفيد من الفرص التسويقية العالمية، لازم يكون عندها قدرة إن هي تواكب هذه الاتجاهات العالمية، زي مثلاً إن هي يكون عندها قدرة على التصدير، جذب التكنولوجيا وجذب الاستثمارات العالمية. كمان من أهم التطورات اللي نتجت عن هذه الاتجاهات العالمية انخفاض تكاليف النقل والمواصلات ووسائل الاتصال. طبعاً احنا كلنا دلوقتي قاعدين في البيت، نقدر ان احنا نوصل لأي حد في العالم، ف
كمان الشركات تقدر ان هي تعمل اتفاقيات بينها وبين اي شركات تانية في العالم بتكلفة اقل وبسرعة اكبر. تقلصت القيود المفروضة على حرية التجارة. طبعا في اتجاهات دلوقتي نحو ان احنا نلغي الجمارك او تخفيض الجمارك بين دول معينة، بقى في تشجيع للتصدير والاستثمارات في الدول الأجنبية. طبعا كل التغيرات دي أدت إلى زيادة فرص النمو الاقتصادي بالنسبة للدول وكمان بالنسبة للمنظمات. اتضح إن أي مشكلة دولية بيبقى سببها الموارد البشرية، يعني الموارد البشرية هي العنصر الحاكم في نجاح أو فشل أي منظمة. ممكن حد يقول لي طيب ما هي ممكن تكون المنظمة عندها موارد بشرية جيدة، عندها الخبرة ومدربة بشكل جيد، ولكن نتيجة إن الموارد المادية ضعيفة فهي مش قادرة إن هي تحقق الأهداف أو مش قادرة إن هي تنجح. طبعاً الكلام دوت خاطئ تماماً، لأن الموارد البشرية هي اللي بتتحكم في كل عناصر المنظمة، سواء كانت العناصر دي مادية مالية، متعلقة بالمواد الخام، متعلقة بالأجهزة والآلات. الموارد البشرية هي العنصر الحاكم، فاتضح إن أي مشكلة بتحصل بيبقى سببها الموارد البشرية. وبالتالي عشان نحل المشاكل ديت لازم يكون عندنا قدرة قادرين جيداً إن إحنا نختار الفرد المناسب عشان يشغل الوظيفة المناسبة، ويشغل الوظيفة المناسبة مش في أي منظمة، لا دي في المنظمة اللي بتناسب المؤهلات بتاعته، وإن هو كمان يكون قادر على إنه يشتغل في الدولة المناسبة. ممكن يكون موظف عنده مؤهلات وعنده خبرات جيدة جداً وبيشتغل في مجال عمل مناسب ليه، ولكن هو غير قادر أو غير مؤهل على العمل في دول أخرى، فلازم كمان إن إحنا نسكنه في الدولة المناسبة. الموظف دوت لو اتأخر شوية في تعيينه ممكن يسبب مشاكل، أو لو تعين في وقت المنظمة مش محتاجاه هيبقى بالنسبة لها لود على العمل، فلازم إن أنا كمان أسكنه أو أعينه في التوقيت المناسب. وبنقول إن هو دوت يعتبر الحل للمشاكل اللي بتسببها الموارد البشرية. من أهم المشكلات اللي برضو ممكن تؤدي إلى فشل المنظمات في ظل الاتجاهات العالمية هو إهمال الاختلاف في الثقافات بين الدول، أو حتى داخل الدولة الواحدة بنلاقي إن في قيم واختلافات ثقافية مختلفة بين أبناء الدولة الواحدة. يعني لازم المنظمة تراعي كويس جداً هي بتشتغل في ثقافة شكلها عامل إزاي. فحد هيجي يسألني يقول لي طب يعني إيه ثقافة؟ الثقافة دي هي مجموعة القيم والمعارف والتقاليد والمعتقدات اللي بيتشاركها مجموعة من الأفراد. يعني مثلاً هتلاقي عندنا هنا في مصر مجموعة من القيم والتقاليد مختلفة عن القيم والتقاليد والأعراف والمعتقدات اللي ممكن تكون في اليابان أو في الولايات المتحدة أو في الصين. كمان داخل الدولة الواحدة ممكن تلاقي مجموعة من الأفراد عندهم قيم ومعتقدات وأعراف مختلفة، مثلاً الشعب اللي هو بيسكن في الإسكندرية أو دمياط أو بورسعيد، المجتمع الساحلي أو المجتمع اللي هو القاهري اللي هو بيسكن في القاهرة، كل دول بيبقى فيه بينهم اختلافات طبعاً بتجمعهم مجموعة من القيم الأساسية، ولكن برضو في اختلافات ثقافية ما بينهم، عندهم قيم ومعتقدات إلى حد ما بتعتبر مختلفة. عشان كده تلاقي نفس المنتج بنفس الماركة اللي بيتباع في مصر هتلاقيه ليه خصائص مختلفة، لو هو مثلا من الأطعمة الغذائية هتلاقي ليه طعم مختلف. اللي داق البيبسي في مصر هيلاقي مثلا لو سافر في السعودية أو سافر في إنجلترا
هيلاقي ان ليه طعم مختلف. هم بيحاولوا ان هم يأقلموا او يتأقلموا مع التغيرات الثقافية. ممكن شعب يكون بيحب السكر زيادة، او شعب يكون بيحب الحاجة طعمها اقل في السكر، فهم بيدرسوا هذه الاختلافات الثقافية، وبناء عليه بيبتدوا ان هم ينتجوا المنتج اللي بيتلائم مع هذه الايه الثقافة. ونفس الحكاية ممكن تلاقي في منتج معين عليه طلب كبير جدا في محافظة من المحافظات او في مجتمع من المجتمعات، وفي نفس الوقت في نفس الدولة المنتج ده ما عليهوش طلب في محافظة من المحافظات الاخرى، او محافظة بتشتهر بالطلب الكبير على منتج معين ومحافظة تانية ما فيش طلب على هذا المنتج. عشان كده بنقول ان مراعاة الاختلافات الثقافية دي ممكن تأثر بشكل كبير جدا على نجاح المنظمة. من ناحية الموارد البشرية، الناس دي اللي عندها معتقدات وقيم مختلفة، احنا مثلا عندنا الشعب بتاعنا بيحب التمسك بالشعائر الدينية، تلاقينا بنميل اكتر الى الأخلاقيات اللي هي التعاون مثلا، متعاونين، عندنا أخلاقيات معينة بتميزنا ممكن تلاقيها مش موجودة في دول أخرى. ممكن تلاقيهم لا، هو كل واحد ماشي ملوش أي علاقة بالتاني، عندهم الخصوصية عالية جدا، محدش يسألك أنت مالك أو إيه المشكلة اللي عندك. تخيلوا إن الناس دي تكون بتشتغل في منظمة واحدة برغم من الاختلافات الثقافية دي، إلا أنهم بيشتغلوا في منظمة واحدة بحكم الاتجاهات العالمية. إزاي أنا كإدارة الموارد البشرية أقدر أن أنا ما خليش الاختلافات الثقافية دي تؤثر على أداء المنظمة وعلى تحقيق أهدافها؟ إزاي أن أنا هقيم أداء مجموعة من الأفراد بتحكمهم قيم ومجموعة أخرى بتحكمهم قيم ومعتقدات أخرى، وإزاي أن أنا أقدر أحقق العدالة بين الطائفتين؟ فكل ده إحنا محتاجين نعرفه كويس جدا في ظل التحديات العالمية. في بعض المعتقدات الخاطئة محتاجين أن إحنا نصححها، أن مفيش مبادئ مثلى للإدارة الناجحة للأداء. يعني مفيش مثلا تجربة ناجحة أقدر أن أنا أعممها أقول آه خلاص المنظمة دي نجحت في أن هي تقوم بعملية إدارة الأداء بتاع الموارد البشرية، طب يلا نعمم بقى التجربة بتاعتنا ونقلدها في منظمات أخرى. طب ليه؟ لأن كل منظمة ليها ظروفها، ليها المواقف اللي بتمر بيها مختلفة عن المنظمات الأخرى، ليها إمكانياتها. ممكن أنا ما أقدرش أطبق نظام معين عشان إمكانياتي المادية أو إمكانيات الموارد البشرية، ما عندهاش خبرة في مجال معين. ممكن اختلاف الحجم، في اختلاف طبيعة المنتج اللي بتنتجه المنظمة. في يعني مثلا أنا عندي المنظمات اللي بتهدف للربح، أنا بقيمها ممكن أقيمها على أساس المبيعات أو على أساس الأرباح اللي بتولدها المنظمة، لكن أنا ما أقدرش أقيم بنفس الطريقة المنظمات غير الهادفة للربح، زي المنظمات اللي هي الخيرية اللي بتقدم مثلا الخدمات العلاجية المجانية، أو بتقدم الغذاء والملابس للمحتاجين. أنا ما أقدرش أقيمها بنفس الطريقة، ما أقدرش أقول إن أنت برضو معيار الأداء بتاعك هيبقى الأرباح أو المبيعات، ولكن القيمة اللي بتقدمها للمجتمع، عدد المستفيدين من الخدمة أو من المنتج اللي هي قدمته، قدرتها على إن هي تجذب تبرعات من المتطوعين أو تجذب متطوعين للعمل معاها، دي كلها معايير نجاح مختلفة. وبناء عليه ما أقدرش أقول إن في مبادئ مثلى للإدارة الناجحة للأداء، ولكن بيختلف من منظمة إلى أخرى. كمان من الخطأ اعتبار إن الممارسات الإدارية اللي نجحت في دولة معينة ممكن إن هي تنجح في دولة أخرى، لأن طبعاً كل دولة بتحكمها ثقافة معينة، بتحكمها عوامل معينة، الشعب بتاعها مختلف، فما أقدرش أقول إن الممارسات الإدارية الناجحة أنا هاخدها زي ما هي كده بنفس القالب وهطبقها في دولة أخرى. تاني تحدي من التحديات اللي بتواجه المنظمات المنافسة،
طبعا في ضغوط شديدة جدا في المنافسة، خاصة الشركات اللي هي عابرة القارات، شركات عملاقة جدا ممكن ميزانياتها توصل لميزانيات دول بحالها، يعني تلاقي ميزانية الشركة نفس المبالغ بتاعت ميزانية دولة في العالم مثلا، فقدرتها وقوتها بتؤثر بشكل قوي جدا على المنظمات بقى المحلية اللي بتشتغل بقدراتها الايه المحدودة. الاتجاهات نحو التكتلات الاقتصادية، ده برضو تحدي من التحديات اللي بتواجه الموارد البشرية. التكتل الاقتصادي ده معناه ايه؟ معناه ان في مجموعة من الدول بتربطهم روابط معينة، ممكن يكونوا مثلا جيران، ممكن يكونوا عندهم نفس الظروف الاقتصادية أو عندهم نفس الظروف الثقافية أو الاجتماعية، بتربطهم روابط معينة، فبتجمعهم مجموعة من المصالح نتيجة إن هم يعني جيران في الأرض، نتيجة إن هم عندهم نفس المعتقدات، فبينهم مصالح. المفروض إن الدول دي بتسعى إن هي تستفيد من هذه العلاقة، فبتعمل إيه؟ بتعمل اتفاقيات مشتركة بينها بتهدف إلى زيادة عملية التجارة الدولية علشان توصل لتحقيق أكبر عائد ممكن، وتحسن من مستوى الفرد أو مستوى الرفاهية الاقتصادية في الدولة بتاعتها. عندنا أمثلة كتيرة للتكتلات الاقتصادية، زي مثلا الاتحاد الأوروبي اللي وصل فيه عدد الدول الأعضاء إلى 25 دولة، عملوا ما بينهم عملة موحدة اللي هي اليورو، وعملوا اتفاقيات تجارة حرة ان يبقى في بينهم العمليات التجارية من غير اي مصاريف او من غير اي جمارك، وعملوا اتفاقيات كمان مع دول جنوب البحر المتوسط. ده مثال من امثلة التكتلات الاقتصادية. طيب حد هيقول لي على مستوى الدول العربية، في بدأت اتجاهات لعمل برضو تكتلات اقتصادية زي مثلا المجلس التعاون الخليجي، الاتحاد المغرب العربي، السوق العربية المشتركة، دي برضو محاولة ان هم يعملوا تكتلات اقتصادية، نظرا لان الدول العربية ممكن تكون بتجمعهم مصالح مشتركة، وهم كمان عندهم نفس المبادئ، يعني في بعض المبادئ و الثقافة المشتركة بينهم. رابع تحدي من التحديات ان تحولنا من عصر الصناعة الى عصر المعرفة. في بداية ظهور البشرية كان الانسان بيميل الى الصيد، بعد كده بدأ للزراعة، بعد كده بدأ في الصناعة. الصناعة كان هدفها في البداية خالص إن هي تنتج أكبر عدد من المنتجات أو أكبر عدد من الوحدات، وكانت بتدور على تكنولوجيا تقدر تخليها تحقق هذا الهدف. دلوقتي ما بقاش الهدف بتاعنا إن احنا ننتج أكبر عدد من المنتجات أو هدفنا الصناعة في حد ذاتها، ولكن أصبحت الدول والمنظمات اللي بتملك المعرفة هي المنظمات الحاكمة، وهي المنظمات القادرة على تحقيق النجاح. يعني الدول اللي بتتجه نحو الصناعة بشكل عام وإن هي تحاول بس إن هي تسد طلب العملاء أصبحت في هبوط مستمر في الأداء، ولكن المنظمات اللي بتسعى إلى اكتساب المعرفة هي المنظمات اللي بقى بنقول عليها رائدة في الصناعة أو قائدة للسوق. المعرفة دلوقتي هي عنصر القوة. المنظمات الناجحة هي اللي المنتجات بتاعتها بتحتوي على أكبر قدر من المعرفة. يعني إيه منتج بيحتوي على أكبر قدر من المعرفة؟ يعني المنتج دوت تم استخدام معرفة معينة فيه لإنتاجه، هذه المعرفة بيصعب تقليدها أو اقتنائها في الأجل القصير. يعني لو أنا طلعت بتكنولوجيا جديدة، التكنولوجيا دي محدش قدر في الأجل القصير إن هو يقلدها، إذن أنا منظمة
نجحت في ان هي تنتج منتج بيحتوي على اكبر قدر من المعرفه اللي هي الايه النو هاو، سر الصناعه، مبني على طبعا اساليب علميه ومبني على دراسه احتياجات العملاء ودراسه السوق. بتزداد اهميه الموارد البشريه اللي بتعمل في مجال المعرفه مقارنه بغيرهم. طبعا هتلاقي ان المهندس بتاع الكمبيوتر، الاشخاص اللي هم بيشتغلوا في تكنولوجيا المعلومات او بيتعاملوا مع البيانات، هتلاقي ان ليهم اهميه كبيره جدا دلوقتي مقارنه بالعمال الحرفيين اللي هم ما عندهمش القدره ان هم يتعاملوا مع التكنولوجيا او مع المعرفه. كمان تحول الصراع العالمي بين الدول من صراع على الموارد الماديه، بدل ما هم كانوا بيفكروا بس في الموارد المادية، مين يقدر ان هو يستحوذ على اكبر قدر من الموارد المادية، الى ان هم بيسعوا الى اقتناص المعرفة. الدولة القوية هي الدولة اللي بقى عندها معرفة، وليست الدولة اللي عندها موارد، لان الدولة اللي عندها موارد زي الارض اللي هي ما فيهاش مية، هي الموارد ميتة، غير قادرة، الدولة غير قادرة على إن هي تستغل هذه الموارد طالما إن هي لا تملك المعرفة الكافية. فالدولة القوية هي الدولة اللي هي عندها معرفة. من أهم أسباب الفشل اللي بتواجهها المنظمات دلوقتي سوء إدارة المعرفة. هو في حاجة اسمها إدارة المعرفة؟ إزاي أقدر إن أنا أكتسب هذه المعرفة؟ وإزاي أقدر إن أنا أطورها؟ إزاي أقدر إن أنا أدخل التغيير أو أدخل المعرفة للمنظمة؟ إيه هي الخطوات اللازمة؟ هل كل المعرفة اللي موجودة في البيئة لازم أنا أكون على علم بيها، ولا في عناصر معينة لازم أكون على اطلاع بيها؟ مين هم الأفراد المؤهلين لاكتساب المعرفة؟ إزاي إن أنا أقيم أدائهم أو أقيم قدرة المنظمة على إدارة المعرفة؟ كل ده طبعاً أشياء مهمة جداً. لو ما قدرتش المنظمة إن هي تدير المعرفة، يبقى هي فشلت في عنصر من العناصر الحاكمة للنجاح. العامل أو التحدي رقم 5 هو تنوع قوة العمل. العمالة عندنا بقت متنوعة بشكل شديد جداً. تلاقي المنظمة الواحدة بيشتغل فيها يعني أشخاص من ثقافات مختلفة، وده بنسميه التنوع الثقافي. أنا ممكن أكون بشغل حد من دول أوروبية، وبشغل حد من دولة مصرية، بشغل حد أسيوي، بشغل إفريقي، كلهم بيشتغلوا في منظمة واحدة. ممكن طبعاً بنفس أبناء الدولة الواحدة يكون بينهم اختلافات ثقافية، فبرضو بيعمل عندي في المنظمة تنوع ثقافي. عندي حاجة اسمها التنوع النوعي، يعني عندي المنظمة الواحدة بيشتغل فيها نساء وبيشتغل فيها رجال، نتيجة طبعاً اتجاه المرأة إن هي اتجاهات المتزايدة إن هي تعمل في المنظمات. فبنقول ان وصلت نسبة العمل في الولايات المتحدة ان السيدات بقت تقريبا نسبتها نصف نسبة العمل، هي بتحتل نصف النسبة. التنوع العرقي، التنوع العرقي دوت معناه ان في عاملين في المنظمة من اصول مختلفة، مش من جنس واحد، مش هنقول مثلا هم من الجنس الأبيض أو من الجنس اللي هو الأصول إفريقية، لا، في بقى في تنوع في الأعراق والأصول بتاعة العاملين في المنظمة. في تنوع تعليمي، طبعا في تنوع تعليمي متفاوت جدا. حتى هتلاقي في أبناء الكلية الواحدة في ناس بتسعى ان هي تتعلم وعندها ضغوط شديدة، ضغوط المنافسة، عايزة تعمل في منظمة من المنظمات اللي سمعتها كويسة جدا، فبتبتدي ان هي تشتغل على نفسها، تاخد كورسات وتحاول ان هي تحسن ظروفها. وفي طبعا هتلاقي عمالة تانية بسيطة التعليم بتاعها بسيط، بتعمل في نفس المنظمة. في تنوع عمري، ان هتلاقي المنظمه الواحده فيها شباب، ممكن تلاقي فيها
كبار في او يعني الاعمار بتاعتهم كبيره، فهتلاقي المنظمه الواحده بتشتغل فيها اعمار متفاوته. طبعا هذا التنوع المتزايد في قوه العمل ادى الى ان اداره الموارد البشريه لازم تستخدم سياسات جديده عشان تتعامل مع هذا التنوع، من اجل ان هي تدير التنوع ده بشكل مفيد. يعني التنوع ده ممكن يكون مفيد وممكن يكون مضر. ممكن يكون مفيد ان انا هاخد خبرات مختلفه، هاخد يعني الثقافات المتنوعه دي برضو هتخليني عندي قدره على ان انا افهم الشعوب التانية بتفكر ازاي، الاعمار المختلفه، الابتكار على المستويات المختلفه، الشباب ليه طريقه في التفكير، الكبار في العمر ليهم طريقه في التفكير، فانا اقدر استفيد من هذا التنوع. بدل لما يكون التنوع ده بيؤدي الى الصراع والمشاكل بسبب اختلاف القيم اللي بتحكم الاشخاص دي، يعني هتلاقي طريقه تفكير الأشخاص صغار السن مختلفة عن طريقة تفكير كبار العمر، مختلفة عن المصري، مختلفة عن الأجنبي، فممكن يحصل صراع. أنا لو ما قدرتش إن أنا يعني أضع سياسات جديدة لإدارة الأداء بحيث إن أنا أقدر إن أنا أستفيد من هذا التنوع، ما يبقاش بالنسبة لي مضر وبيؤدي إلى زيادة الصراعات في المنظمة، أنا كده هقدر إن أنا أحقق الأهداف بتاعتي بتاعت المنظمة. لازم السياسات دي يكون فيها احترام للتنوع، يعني ما ينفعش أقول إن السياسة بتاعت المنظمة إن هي توحد الثقافات بقى، يعني خلاص لازم المصري يكون بيشتغل زي الأجنبي نفس القيم تحكمه، فإيه ما ينفعش خالص إن أنا أقول إن كلنا لازم نكون بتحكمنا نفس المعتقدات والقيم الثقافية، لا لازم أحترم الإيه؟ أحترم التنوع في قوة العمل. لازم كمان أشبع الاحتياجات بتاعت الأفراد، يعني السياسات الجديدة دي لازم تراعي إن الفروق دي في بين الأفراد هيترتب عليها فروق في احتياجاتهم. طب أنا إزاي ألبي الاحتياجات المختلفة بتاعت العاملين؟ إزاي إن أنا أقدر أخليهم مش تحت ضغط والتزامات عائلية أو عندهم حاجة اجتماعية تقدر تخليهم باستمرار وهم في الشغل مش قادرين إن هم يفكروا في تحسين الأداء بتاع المنظمة؟ فأنا لو قدرت إن أنا أشبع هذه الاحتياجات بتاعت العاملين المختلفين وإن أنا ما أخليهمش يفكروا دايماً في التزاماتهم، هقدر إن أنا أخليهم يحققوا الأهداف بتاعت المنظمة. فبنقول السياسات الجديدة دي اللي أنا قلت عليها اللي هي بتراعي التنوع وبتهتم بالحاجات المختلفة للموارد البشرية، من أمثلتها إن في بعض المنظمات اتجهت إن هي تعمل برامج رعاية متنوعة للعاملين لتخفيف أعباء الحياة عليهم، إنما يوفروا لهم وجبات غذائية مجانية أو بأسعار رمزية في المنظمة، يوفروا لهم وسيلة للتنقلات، يعملوا لهم باصات، ممكن يوفروا لهم دور لرعاية كبار السن من ذويهم في الأسرة بتاعتهم، ممكن يعملوا حضانة، يعني دلوقتي اتجاه المرأة للعمل بقت باستمرار بتفكر طيب الأطفال هيروحوا فين؟ ففي بعض المنظمات علشان تخلي المرأة تتفرغ للعمل بتفكيرها وبنفسيتها عملت حضانة بحيث ان هي تبقى قريبة من الطفل مطمنة عليه وفي نفس الوقت قادرة ان هي تؤدي المهام بتاعت الوظيفة بما يحقق أهداف المنظمة. طبعا رغم ان البرامج والسياسات دي مكلفة، يعني انا لما اعمل حضانة مثلا قريبة من الشركة بتاعتي أو إن أنا أوفر للعاملين أوتوبيسات أو عربيات بتساعدهم في التنقل للمنظمة، ده هيحملني تكلفة، ولكن تكلفة ترك الموظف الجيد الماهر للعمل بتكون بالنسبة لي أكبر بكتير. إن أنا أديله أجازة في وقت هو محتاج إن هو يرتاح ممكن تحملني تكلفة، ولكن تكلفة إن هو يسيب العمل
وافضل ادور انا على موظف تاني، وقد احتاج ان انا اعمل حاجه اسمها اوت سورسنج، بحيث ان انا اجيب حتى عماله مؤقته عقبال اما اشوف حد يكون في نفس المستوى من الخبره والمهاره. ده ممكن يحمل المنظمه تكاليف كتيره جدا، وممكن يؤدي الى كمان فشل المنظمه. يعني في بعض الوظائف في المنظمه بتكون وظائف حيويه جدا، الوظائف دي انا لو خسرتها او ما قدرتش ان انا يعني اكسب ولاء العامل، ممكن ان انا اخسر كتير جدا في المنظمه. فمن المزايا اللي بتحققها السياسات دي، بتساعدها على جذب الكفاءات في سوق العمل. طبعا انا لو واحد متقدم لي وظيفتين، او يعني انا قدامي فرصه ان انا اشتغل في مكانين، مكان بيراعي ظروفي الشخصيه، بيراعي ظروف العمل، مقدر للعماله، ومنظمه تانيه لا ما بتراعيش الحاجات ديت، لا ما فيش اجازات، لا ما فيش مزايا عينيه، لا انت عندك مشاكل دي مش مشكلتي، انا طبعا هختار المنظمه اللي ايه اللي عندها القدره ان هي تتفاهم الاحتياجات المختلفه للعاملين، وبالتالي المنظمه دي هتكون اكثر قدره على جذب الكفاءات. السياسات دي بتمنح المنظمه ميزه الاحتفاظ بالكفاءات، يعني هو بقى خلاص اتعين مش بعد كام يوم يقول لا خلاص انا عايزه اسيب الشغل، لا هو هيبقى متمسك ان هو يفضل مستمر في المنظمه. الالتزامات والمشاكل الشخصيه بتعوق تحقيق مستويات الاداء المطلوبه، فانا لما اخفف عنه هذه الاعباء هيساعده ان هو يحقق مستويات الاداء المطلوبه. سادسا التطورات التكنولوجيه، عندي ثلاث تطورات، ثلاث ثورات تكنولوجيه في الوقت الراهن، ثوره الالكترونيات، ثوره الاتصالات، ثوره المعلومات. طبعا الثورات دي اثرت على اداء اداره الموارد البشريه، ونتج عنها اتجاهات حديثه. من اهم الاتجاهات دي ان المنظمات اصبحت أبسط وأقل في الحجم، يعني المنظمات بقى اسمها منظمات رشيقة، المنظمات دي اللي هي عندها قدرة إن هي تحدث التغيير بسرعة، عندها عمالة أقل ولكن أكثر قدرة على إن هي تواكب أي تغيير. الاتجاه لإعادة هيكلة العمالة وإعادة هندسة العمليات الإدارية، طبعاً ضغوط المنافسة والاتجاه نحو تخفيض التكاليف أدى إلى إحلال العقود المؤكدة محل العقود الدائمة، بمعنى إن كان زمان العمالة الدائمة دي هي الأساس، أي حد بيتوظف في وظيفة مش بيخرج منها غير إلا إن هو بيستقيل أو بيخرج منها على المعاش أو بيتوفاه الله. فبقى في إعادة هيكلة وإعادة هندسة العمليات، لا يا جماعة بدل العقود الدائمة دي إحنا نعمل عقود مؤقتة، بحيث المنظمة تقدر في وقت لما تكون شغالة كويس تحتفظ بالعمالة، وقت ما تكون في أوقات للركود تقدر إن هي تستغني بسهولة عن العاملين، إن هي ما تجدد لهمش العقود بتاعتهم. الاتجاه نحو المنظمات الافتراضية، سمعنا مؤخرا عن المنظمات الافتراضية بشكل كبير جدا، نتيجة طبعا إن المنظمات بقت تتعامل بشكل دولي، بقى في بينهم علاقات إلكترونية، بيشتغلوا عبر الإنترنت. المنظمات دي أهم ميزة بالنسبة لها المرونة، لأن هي تقدر إن هي تتواصل مع بعض في أسرع وقت ممكن وبتكلفة منخفضة جدا. بتستغل المنظمات دي قدرتها على إن هي ناجحة وشاطرة في مجال معين، فبتبتدي ان هي تتعامل مع المنظمات اللي ناجحه في مجالات اخرى او في انشطه اخرى، وبيبتدوا يكونوا ما بينهم وبين بعض سلسله. السلسله ديت من اجل ان هي تنتج منتج معين، مثلا في منظمه في دوله معينه عندها خبره في انتاج اطارات السيارات، واحده تانية عندها خبره عندها مهاره في انتاج الـ الزجاج مثلا بتاع السيارات، وهكذا بقيه الاجزاء بتاعه السيارات بيعملوا مع بعض منظمه افتراضيه، وبيبتدوا يتعاملوا بحيث ان هم يواكبوا المتطلبات بتاعه السوق بسهوله، ورغم ان كل واحد فيهم في دوله مختلفه الا ان هم بيقدروا ان هم يتواصلوا مع بعض وينتجوا منتج واحد مجمع. طبعا المنظمات الافتراضيه ديت مش بس يعني على المستوى العالمي، لا ممكن بيتم على المستوى المحلي، المهم ان هي
يعني طريقة التواصل بتاعتها بتكون عبر الإنترنت أو تكنولوجيا المعلومات. التحدي السابع استحداث ترتيبات عمل مرنة وجديدة، يعني لازم يكون في ترتيب للعمل بشكل جديد. أنا هرتب العمل بتاعي بحيث إن هو يكون أكثر مرونة. زي إيه؟ ظهرت اتجاهات لتخفيض أوقات العمل، إن الموظف نفسه يقدر إن هو يخفض. أنا يا جماعة مش قادر أشتغل 10 أيام في الأسبوع، أو مش قادر أشتغل 8 ساعات في اليوم، فأنا هقلل شوية عدد الساعات بتاعة الشغل بتاعي، وفي المقابل برضو إن هو إيه هينخفض بالنسبة له الإيه الأجر بنفس الإيه النسبة. ضغط أوقات العمل الأسبوعية في عدد محدود من الأيام، بدل ما أنا كل يوم بنزل مثلا لمدة 7 أيام 6 أيام، أنا هقول لهم يا جماعة أنا هنزل 4 أيام بس، ولكن هزود عدد ساعات العمل بتاعة اليوم. توفر برامج مرنة لساعات العمل، العامل نفسه بيختار مواعيد الحضور والانصراف، طبعا وزن ليميت، يعني في حدود معينة. إيه ممكن نقول له ايه؟ طيب من 9 ل 12 انت لازم هتيجي، فيما عدا ذلك بقى لو انت هتشتغل بعد الظهر عندك ان انت هتختار اما من 1 ل 3 او من 3 ل 6 او من 6 ل 9. ادي له اختيار ان هو يحدد ميعاد الحضور والانصراف بتاعه. من الاتجاهات برضو المشاركة في العمل، يعني بدل لما أنا أكون عندي ظروف مش هقدر إن أنا أقوم بنشاط معين أو أدي وظيفة معينة، أنا أتفق مع زميلي في الشغل إن هو وقت ما أكون أنا تعبان أو عندي ظروف معينة أنت هتشيلني في الشغل، ووقت لما أنت تكون برضو نفس الحكاية أنا هشيلك في الشغل، وفي المقابل هم بيتقاسموا الأجر بينهم بناء على نسبة مشاركة كل واحد فيهم. يعني لو قلنا ان واحد شال 3/4 الشغل، وواحد كان ظروفه صعبة فشال بس ربع المهام او الانشطة المفروض يقوم بيها، فالاول هياخد 3/4 الاجر والتاني هياخد الربع. طبعا الموضوع ده يقدروا ان هم يعملوا بالنسبة لمهمة معينة، يعني انا لو اديت لهم بروجكت معين مشروع معين يخلصوه ممكن ان هم يتقاسموا بينهم العمل، وممكن ان هم يفضلوا كده يعني ايه على طول، يعني مش بشكل دائم، يقدروا ان هم يشتغلوا بنفس الطريقة دي مش بس قاصرة على مشروع معين او على بروجكت معين. من الاتجاهات برضو الجديدة استخدام تكنولوجيا الاتصالات لأداء العمل عن بعد إلكتروني. يعني إيه؟ يعني أنا ببقى في المنزل وبشتغل وبقوم بنفس المهام اللي بؤديها في المنظمة من خلال وسائل تكنولوجيا الاتصالات. طبعاً زي ما احنا يعني كلنا مرينا بظروف الأزمة بتاعت الكورونا خلتنا نشتغل من البيت بنفس الطريقة اللي كنا المفروض ان احنا نشتغل بيها من الايه من الشغل. ده مثال من الأمثلة اللي ممكن نستشهد بيه في استخدام تكنولوجيا الاتصالات لأداء العمل عن بعد إلكترونيا. تامن تحدي ثورة الجودة. معايير الجودة او الأساسيات بتاعت الجودة في الفترة دي مختلفة تماما عن معايير الجودة اللي كانت موجودة زمان. زيادة حدة المنافسة أدت إلى أن ظهرت أنظمة بنسميها أنظمة الجودة. الأنظمة دي إلزامية على المنظمة، يعني أنا مش هستورد منكم إلا إذا كنتوا عندكم مثلا واخدين شهادة الأيزو في الجودة. شهادة الأيزو دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من المعايير لازم تلتزم بيها المنظمة وهي بتقوم بإنتاج المنتج أو بتؤدي الخدمة بتاعتها، فأصبح لزام على المنظمة إن هي تلتزم بمجموعة من المعايير، مش بقى هتقول إيه لا المنتج بتاعي هي بقى من وجهة نظرها تحدد الجودة من وجهة نظرها، لا ده المنتج متين، ده المنتج بيتحمل بيعيش عدد ساعات أطول، لا يبقى في معايير محددة إلزامية لازم إن هي تلتزم بها المنظمة علشان تحقق ميزة تنافسية. زي ما قلنا مثلا من أمثلتها يعني مدخل إدارة الجودة الشاملة اللي هي بتقوم على تعظيم جودة المنتج في كل مكون من مكونات نظام الأداء بالمنظمة. يعني إدارة الجودة الشاملة دي باختصار قائمة على إن أنا
بداية من المواد الخام، أنا هراعي الجودة في المواد الخام، هراعي الجودة في العمليات، هراعي الجودة في المخرجات، براعي الجودة في كل مكون من مكونات نظام الأداء بتاع المنظمة. التحدي التاسع الأداء الأخلاقي. زي ما قلنا إن التطورات السريعة والتطور اللي حصل في العالم أدى إلى إن بعض المنظمات اتجهت إلى تحمل المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية دي من حيث إن هي يبقى عندها سلوكيات أخلاقية متعلقة بالمجتمع، سواء بالنسبة للعاملين فيها أو بالنسبة للمجتمع أو الدولة اللي بتشتغل فيها. نيجي بقى لنقطة مهمة، الافتراضات الأساسية لإدارة أداء الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة. يعني لازم في مجموعة من الافتراضات كده لازم نراعيها في إدارة أداء الموارد البشرية في المنظمات المعاصرة. أول حاجة، مفيش مدخل وحيد وأمثل لإدارة أداء الموارد البشرية زي ما قلنا، لأن في العديد من العوامل اللي بتؤثر على المنظمات وبتؤثر على سلوك الأفراد. زي إيه؟ زي طبيعة المنظمة، هل هي منظمة خدمية ولا منظمة بتنتج سلع؟ هل هي منظمة بتهدف للربح ولا غير هادفة للربح؟ الاختلافات الثقافية، في منظمة الثقافة بتاعتها قائمة على المركزية وتركز السلطة، في منظمة معينة الثقافة بتاعتها لا عندها الانفتاح وحرية التعبير والابتكار. العلاقات الاجتماعية، إن برضو المنظمات بتتأثر بالعوامل المحيطة زي القوى الاقتصادية والمنافسة، هتلاقي إن منظمة بتواجه منافسة شديدة جدا، منظمة ممكن تكون مش بتواجه نفس القدر من المنافسة. في عندنا برضو من الحاجات اللي لازم نراعيها في المنظمات المعاصرة، إن المنظمة يمكن أن تكون أكثر إنتاجية عندما يتم تحسين جودة الحياة المهنية أو الشخصية للعاملين. زي ما قلنا إن إحنا لازم إن إحنا نراعي الحياة المهنية والشخصية للعامل. المنظمات تعتبر أنظمة ديناميكية دائمة التغير، يعني ما نتعاملش مع المنظمة على إنها يعني كيان جامد ودائم إلى الأبد، لا، المنظمة لازم تراعي دائما التغيير المستمر، فهي نظام مفتوح. يعني إيه نظام مفتوح؟ يعني المنظمة ديت بتعمل في بيئة، والبيئة دي بتؤثر على المنظمة، البيئة دي اللي هي كل الظروف المحيطة بالمنظمة. يعني مثلا لو حصل تغير في الرغبات بتاعت العملاء لازم المنظمة تغير من طريقة العمل بتاعتها، بتحصل على المدخلات من البيئة، لو حصل مشكلة عند مورد معين فالمشكلة دي هتأثر على المنظمة، يبقى إذن هي بتتأثر البيئة الخارجية وفي نفس الوقت بتؤثر فيها. البيئة الخارجية دي هي اللي بتحصل على السلع والخدمات اللي بتقدمها المنظمة. يعني أنا لو قدمت منتج معين هيؤثر على السوق، هيؤثر على شكل المنافسة، هيؤثر على المنظمات اللي بتعمل في نفس المجال أو بتعمل في مجالات أخرى. بإذن أنا لازم أستوعب إن المنظمة كيان دائم التغير، لازم أستوعب إن المنظمة بتعمل في بيئة هي بتؤثر فيها وبتتأثر بيها. وكده نبقى يعني وصلنا لنهاية الفصل الأول. نراجع مع بعض كده، إحنا أخذنا في الفصل دوت إيه هي أهم التحديات اللي بتواجه الموارد البشرية لازم إن هي تراعيها كويس جداً، إلا هتواجه بالفشل. إن أصبح إن في سياسات جديدة وطرق جديدة للعمل في المنظمة، الطرق ديت ناتجة عن التغيرات التكنولوجية والعولمة والتحرير التجارة العالمية، شدة المنافسة واتجاه الدول ان هي تعمل تكتلات فيما بينها، تكتلات اقتصادية. لازم طبعا الموارد البشرية اللي بتعمل في المنظمات وتراعي جيدا وهي بتضع هذه السياسات التغيرات المستمرة والتطورات اللي بتحصل في العالم. شكرا، وإن شاء الله أشوفكم في الفصل الثاني.